السنة هي فرقت يعني كثير عن السنة الماضية. هالسنة هي يعني في حركة، في عالم، في إقبال يعني على السوق كثير. الحمد لله لأنه في أمن، يعني في أمان صار، يعني ما بقى في طيران يقصفنا. شلون الحمد لله. يعني إن شاء الله بيرجع كل العالم على بيوتها السنة، العيد الجاي إن شاء الله بيكون كلياتهم يا رب. تاجر مع الله علّك تفلح، تاجر مع الله يا أخي.